السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الكرام، مرحبا بحضراتكم، ويوم جديد وعالم جديد من تفسير الرؤية والمنام. مرحبا بحضراتكم. في طبعا أرقامنا هتظهر عندكم على في أسفل الشاشة، يعني نتمنى من حضراتكم التواصل معانا، نعبر لكم ونفصل لكم مناماتكم بكل خير. وإحنا متعودين أو بعودكم كل مرة من موقع هذا الجميل المبارك ان احنا نبشركم بكل خير ونفسر احلامكم بكل خير. ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده، عبروا او بشروا بالخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا ابا القاسم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا خير خلق الله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أهلا بحضراتكم. تفسير المنامات، كل يوم جديد، كل يوم هنسمعكم حاجة حلوة إن شاء الله، هنبشركم بكل خير. تعالوا بس قبل ما ناخد أي اتصالات أقول لكم كلمتين كويسين. حد كان بيقول في حديث بيقول اللي بيشوف اللي بيفسر بمنامه عند واحد واتنين وتلاتة فبيقع، تمام كده؟ المنام معلق بأرجل طائر أو بجناح طائر إذا عبر أو فسر وقع. فأحبابنا الكرام قالوا إيه؟ قالوا إن المنام على أرجل طائر. يعني إيه على أرجل طائر؟ يعني المنام مؤرجح في السماء، يعني موجود لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يحين وقت تفسيره. فيروح أبو يحيى أو يروح محمد أو تروح أخت الفاضلة عنده معبر أو عند أي حد فتفسره. ممكن يكون المنام جميل جدا جدا، ممكن يكون المنام وسط، ممكن يكون المنام وحش. فيقولك إيه المنام سقط. يعني إيه سقط؟ اتفسر من أول مرة خلاص، يعني اللي فسره لك أول مرة هيمشي على هذا النمط. طيب هناخد اتصال معانا فاطمة. السلام عليكم، ازيك يا شيخ يحيى؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتك. ازي أحوالك؟ طيب يا أستاذة فاطمة، ممكن توطي التلفزيون شوية وتسمعيني من التليفون؟ حاضر لو سمحت. أول حلم والله أنا حلمت إن والدتي يعني أول ما ماتت الأب، يعني الأب كده فوق كده الجلابية بتاعتها كده واسعة كده زي مقطعة، مش مقطعة هي واسعة كده وبتعيط. والدتك متوفية يا فاطمة؟ بقالها سنة. أيوه. وأنت حلمتي بيها؟ إن أيوه بحلم بيها، يعني إيه؟ أنا حلمت إن الجلابية بتاعتها من فوق كده شوية واسعة مقطعة، مش مقطعة هي واسعة كده وبتعيط، بتقول لي أنا هقول لأمي، هقول لأمي لو ما هي يعني. لستك يعني؟ بس الحلم الثاني بقى لو سمحت. ألو. اتفضلي يا فاطمة قولي. الحلم الثاني لو سمحت، انا دايما بشوف عقارب وشفت واحده في الحلم كده، معلش مش هذكر اسمها بس. بتقولي ايه يا فاطمه؟ بتقولي ايه؟ واحده يعني قريبتي. قريبتك مولعه بابور جاز، وقاعده كده جنب البابور وبتبص لي. تمام. فقط لا غير. معلش يا ابو يحيى، معايا جوز عايز يقول لك حلم، معلش. ادهوني تحت امره. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا حاج؟ اهلا وسهلا، كل سنه وانت طيب، اخبارك ايه؟ بقول لك لو سمحت. اتفضل. انا حلمت ان انا كاني في الشغل، انا برغم ان انا على المعاش يعني. طيب تمام. وحلمت ان انا في الشغل وان اخذت الدرجه الاولى. الله، اتفضل. اخذت الدرجه الاولى، وبعد كده ايه؟ واحده ست كانت عم تبص لي، اتفق معايا؟ واحده ست بتقول بتعمل لك ايه يا حاج؟ بتبص ناحيتي يعني. واحدة ست بتبص ناحيتك؟ انت مراتك قاعدة جنب منا، خلي بالك. معلش ده بعض ما انا بقول لك اللي شفته يعني. طيب تمام. وهي بتبتسم وانا بقول لها ان انا خدت الدرجة الأولى، خدت بالك معايا؟ تمام. ها؟ وهي مبسوطة وانا ما كنت مبسوط يعني. تمام. انت طلعت على المعاش بقالك قد ايه؟ انا دلوقتي بقى 10 سنين وانا واخد الدرجة الأولى من زمان، عشان كده.
الله 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 الله، في حاجة بقى تانية يا أستاذ، يعني في منام تاني؟ المنام التاني بقى إيه؟ إن أنا قلت وكنت بقول، أنا كنت بقول إيه؟ إن ولي الله وهو يتولى الصالحين. الله، إن ولي الله وهو يتولى الصالحين، وهو يتولى الصالحين. بس قمت صحيت بعد كده. أنت بتصلي يا حاج صح؟ أنا بصلي طبعًا. ده أنت بتصلي الفجر وبتصلي صلاتك. أنت كل حياتك المسجد. المسجد ده بالظبط كده. طب ادعي لنا بقى بالله عليك. ها؟ ادعي لنا وأنت بتصلي. طيب. أيوه يا أبو يحيى، معلش في حاجة يا أبو يحيى. نعم. بعد كده بقيت أشوف والدتي جاية من الحج، بشوفها فرحانة يعني بعد كده، بعد الحلم اللي أنا شفته ده. طب يا اخت فاطمه، انت عندك حد من اخواتك او حد من اهلك بيعاني من مشاكل او ضيق ولا حاجه؟ والله عندي اخت عندها قدم سكري تعبانه، وانا تعبانه على طول، تعبانه على طول، وبعدين ما عنديش اولاد، يعني مبتليه الحمد لله. انت هتصلي على النبي كتير ربنا هيشفيكي، بس في حاجه تانيه. عليه الصلاه والسلام. في حاجه تانيه بعد اذن حضرتك يا فاطمه. ايوه. امك ماتت من سنه، كان عليها ديون ولا حاجه؟ ابدا، سددنا كل حاجه والله. طيب كان لها ورث يا فاطمه؟ كان لها، ما فيش يعني حاجات بسيطه، يعني هو البيت بس، وكان لها حاجه مبلغ بسيط، كل واحد طلعناه عملنا لها بيه كده صدقات. يعني انتوا طلعتوه، في حد زعلان ولا حاجه؟ لا لا لا، ابدا ابدا، تمام والله. بس انت دايما بتشوفيها ان انت بتقولي ان هي تعبانه. يعني مش دايما، لا بقى اليوم ده بس كان بتعيط، بعد كده بقى بتيجي وبتاكل وبتخبز. امبارح شفتها بتعمل لنا عيش شمسي ما شاء الله. طيب تمام يا فاطمة، أنا هعبر لك مناماتك أنت والحاج من طريق التلفزيون. شكرا لك يا فاطمة، أنت وزوج حضرتك هعبر لك من التلفزيون. شكرا يا فاطمة. فاطمة بتشوف أمها يا جماعة تعبانة، وبتلبس جلابية أو عباية واسعة. الميت لما يكون جاي تعبان هنا يا جماعة، على طول ما احكمش عليه، اسمعوني كده، على طول ما احكمش عليه إن هو في النار أو بيعذب أو لأ، بيبقى تعبان عشان أهله. فهي قالت على طول عندي حد تعبان بيعاني. يا فاطمة تصدقي على أمك، يا فاطمة ترحمي على أمك، يا فاطمة اذهبي إلى قبر أمك وأكثري من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقفي بجوار أختك أو اللي من أهلك اللي هو عايز إعانة أو عايز مساعدة، تمام كده، علشان أمك تفرح، علشان أمك تكون مرتاحة. الحج مناماتك جميلة قوي يا حج. الست اللي بتشوفك وانت طلعت درجة أولى، خلي بالك، أنا عايز أقولك على حاجة، هي ست مجهولة، وكمان إن انت بتشوف أدعية وآيات قرآنية كريمة، ده دليل على إن انت راجل بتصلي، دليل على إن انت راجل متقي. ليه شفت الكلام ده؟ شفت الكلام ده لأمرين. الست بتقولك أو انت طلعت درجة أولى، فانت إنسان محترم، انت إنسان جيد. في ناس بتطلع المعاش بيبقوا يعني ايه، مش قد كده، خلاص لسه برضك مصممين على الهجر مع ربنا سبحانه وتعالى، مع الذكر، وقعدوا في جنب. انما انت بسم الله ما شاء الله من اهل الذكر، من اهل القران. الست اللي بتشوفك وانت بتبص لها او هي بتبص لك، خلي بالك يا حاج، دي الدنيا، دي الدنيا اللي ممكن تشدك، دي الدنيا اللي ممكن تلخبطك. ده اشاره من ربنا سبحانه وتعالى، بيقول لك ازداد في الذكر، ازداد في الصلاه، ازداد مع ربنا سبحانه وتعالى، علشان ربنا في يوم من الأيام يكرمك ويفرحك ويختم لك بخاتمة السعادة. آمين آمين، والله أعلى وأعلم. معانا اتصال، مين؟ ريري، أستاذة ريري. ألو. ألو يا ريري، إزيك؟ ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاك نادية يا فندم. ريري ولا نادية؟ لا نادية. عفوا يا فندم، أستاذة نادية. إزيك؟ لا عادي، مفيش حاجة. إزي حضرتك يا أستاذ أبو يحيى؟ إزيك يا أستاذة نادية؟ منور الشاشة والله حضرتك، أنا بقالي فترة عايزة أتصل فمش عارفة أوصل، فالحمد لله النهاردة وصلت. على دماغي وعلى راسي، وشرف ليا كبير إن أنت وصلتي لي. تسلم يا فندم، تسلم. طب بص، هما ثلاث أحلام صغيرين. ثلاث أحلام. صغننين أوي. يا رب يعيننا عليهم. كل واحدة، طب كل، هي أختي حلمت إن هي موتت برش كبير. أدي أول حاجة. وبعدين بتقول هو سمكة ده ولا إيه؟ فوالدتها الله يرحمها كانت واقفة، قالت لها لا ده برش. وبعدين موتت حبه صغيرين، وبعدين المطر ابطلت. ده الحلم الاولاني حضرتك. لا، وبعدين اخر حاجه ايه؟ المطر ابطلت، شافت المطر بتنطط. اختك اللي شافت كده. ايوه. متزوجه اختك؟ لا، انسه. الله، طب بشريها ان شاء الله بزوال
بزوال الهموم والنكد وعدو واشياء كتير ملخبطه عندها هتزول. الدنيا تمطر دليل على الفرج، واجعلنا من الماء كل شيء حي، فبشرها بالخير. منامك التاني. التاني برضو اختي التانية حلمت ان هي ان انا واختي معانا صاجات ودخلنا بقى الفرن، صاجات فيها كحك. معاكي وهي معاكي صاجان؟ اختي اختي اللي حلمت ان انا واختي التانية معانا صاجات فيها كحك ودخلنا فيها الفرن يديها الراجل يسويها. تمام. وهي كانت واقفة على الباب. ده انت هيبقى عندكم مناسبة فرح قريب. يا رب يا استاذ ابو يحيى، ده احنا والله العظيم ده احنا يعني انا عايزك تدعي لنا والله ربنا يفك قلبنا. طب استنيني، انت استنيني لما يبقى عندك مناسبة فرح لازم تعزميني. ان شاء الله يا رب يا رب. طيب تمام. وبعدين دخلنا بهم الفرن وقلنا الراجل يسويهم. تمام. وبعدين انا لقيت نفسي بعدها على طول لقيت نفسي ان انا عامله كحك برده كتير ومستوي وكان شكله حلو. وشفت واحد اسمه سعيد كان مبتسم كده. الله. وده الحلم التاني حضرتك. مناسبة جايه لكم قريبا جدا. يا رب يا رب يا رب. بصي عايز اقول لك على حاجه صغيره، انا ماليش دعوه اللي بيفسر، ممكن حد يقول لك الكحك وحش، لا بس اسمعيني يا ناديه، انا بعمل كحك ليه يا ناديه؟ في العيد، اعياد الميلاد، في مناسبات، في صباحيه، في فرح، صح؟ صح تمام. طب اسمعيني كده كمان، واحد اسمه سعيد، ايه الكلام الحلو ده المتقابل مع بعضه واللي بيشبه بعضه، فمناسبه قريبا جدا سعيده قوي يا ناديه. يا رب يا رب. يلا التل الحلم بتاعي بقى. ماشي يلا هاتيه. الحلم ده انا حلمته يوم وقفة عرفات. الله. فحلمت ان انا ايه، اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد عشان افتكر. اللهم صل على سيدنا شفت محمد. شفت عليه الصلاة والسلام. حلمت ان انا شفت والدي الله يرحمه واقف ولابس ابيض. الله يرحمه. وشكله جميل. الله. وبعدين لقيت باب مقفول. تمام. كان في كده حاجة صغيرة باخدها لقيتها مفتاح. تمام. وقلت ده بيت زينب. مين زينب؟ هو في واحدة يعني كنت أعرفها اسمها زينب من زمان، وجدتي اسمها زينب، والدة أبويا يعني. طيب اتفضلي كملي، اتفضلي كملي. كنت أعرفه ومسكت المفتاح وفتحت الباب. وبعدين دخلت لقيت نفسي يعني قاعدة بستحمى. الله. بس كنت بستحمى يا أستاذ أبو يحيى، كنت قاعدة. تمام. كنت مستورة ومش شايفة غير كتافي ودراعاتي. لا لا استنيني تاني كده بالله عليكي، كنت بتستحمي وبعدين؟ كنت قاعدة يعني كنت قاعدة بستحمى وأنا قاعدة. تمام. وكنت مستورة يعني مش شايفة حاجة غير كتافي وإيدي ودراعاتي بس. طيب تمام. وكان في إيدي كده زي كوباية أو كوز كبير. ماشي. وكان قدامي حوض كبير مليان مية، كبير جدا. الله نضيف. مليان مية، مية بيضة وجميلة. الله الله. وأنا خدت كبيت على راسي اول حاجه. تمام. وبعدين على كتف اليمين وبعدين على كتف الشمال، وبعدين ابتديت يعني ايه في كل اتجاه، لقيت كل ما بكب يا استاذ ابو يحيى لقيت ان جسمي بيبيض، دراعاتي دي بتبيض وكتفي بيبيض، بس بياض كان بياض يعني غير عادي، كان نور، كان عباره عن نور. تمام. بس الحلم ده وبعدها على طول شفت واحده اسمها سعديه كانت بتبتسم لي. انت بتقولي ان انت عندك كرب يا ناديه؟ يا استاذ ابو يحيى والله انا لو حكيت لك على اللي احنا فيه لحضرتك يعني مش عارفه اقول لك هتبكي وجميع المشاهدين هيبكوا. انت بتصلي؟ انا نعم. انت بتصلي يا ناديه؟ بصلي، والليله دي كنت يعني مش عايز اقول لك انا عملت فيها ايه الليله دي، يعني لما ما هو باين كنت عامله فيها. ها؟ ما هو باين. ما هو باين علشان تشوفوا كل ده، تشوفوا كل ده ان ربنا سبحانه وتعالى تقبل دعائك. بص يا استاذ ابو يحيى لو سمحت من فضلك عايزك تدعي لي والمشاهدين يامنوا وراك ان ربنا يفك قلبنا لو سمحت. حاضر. لو سمحت من فضلك. حاضر من عينيا الاثنين. طيب شكرا لحضرتك يا ناديه. نعم نعم. ماشي. طيب شكرا لحضرتك يا ناديه. طيب يا ناديه يا رب يفرحك بعد اذن كل اللي شايفني وبيشاهدنا وسمع ناديه، ايا كان بيصلي ما بيصليش، طفل صغير، راجل كبير، ست كبيرة، بنت صغيرة، بنت كبيرة، تدعي لها ان ربنا سبحانه وتعالى يفك كربها ويفك كل كرب مكروب ويذهب عنكم الهم والنكد. نادية انا ببشرك، حلمتي ان انت في يوم عرفات بتدعي الدعاء ده، وان انت في عرفات دعيتي كتير، استحمي تلاقي ميه نظيفه كتير وتصب على نفسك وجسمك يبيض. بصي يا ناديه كل المنام بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى كريم وجميل معاكي،
حس بيكي وهيرفع عنك البلاء وهيفرحك قريب جدا جدا وهيذهب عنك ما انت فيه من نكد وهم وضيق. فابشري والله ابشري، فان المنام بتاعك جميل جدا جدا. الحمى، الميه النظيفه، انا مش عايز اقول لك الفرج السريع اللي جاي لك هيسعد قلبك، ويا رب قريبا جدا تتواصل معانا وتقول لي يا ابو يحيى فعلا المنام متحقق وربنا فك الكرب عننا ويفرحك قوي. والله اعلى واعلم. المنام معانا اتصال. طب ومعانا اتصال تاني. بوسي. الو، ازيك يا شيخ يحيى؟ ازيك يا استاذه بوسي؟ الحمد لله تمام. انت عامله ايه؟ الحمد لله بخير. منين يا بوسي؟ من المنيا. اهلا بحضرتك. أهلاً بيك. عندك منام يا بوسي ولا ثلاثة ولا أربعة؟ عندي ثلاث أحلام بس هم صغيرين. لا أنتوا شكلكم جايين متفقين معايا عليا وشكلكم كده كلكم إيه، تلاتات تلاتات، في إيه يا جماعة؟ أنا أخيراً قدرنا نوصل لحضرتك. طيب تمام، أهلاً بأهل المنيا والصعيد ومصر كلها. اتفضلي يا بوسي. أول حلم حلمت بالرئيس عبد الفتاح السيسي. يا سلام عليكي، أيوه كده. جه عندنا وقعد على السرير بتاعي. تمام. وانا كنت جاي على كنبه. قاعد على السرير بتاعك؟ اه، الرئيس عبد الفتاح السيسي قاعد على كنبه. انت انسه يا بوسي ولا متزوجه؟ لا انسه. انسه؟ يعني ممكن يعني ارخم عليكي شويه واقول سنك كم؟ يا بوسي معايا؟ ايوه مع حضرتك. كام سنه؟ عندي 35. لسه صغيره يا بوسي ان شاء الله. السيسي قعد على السرير بتاعك. ايوه، وانا كنت قاعده على كنبه في نفس الاوضه. تمام. وبعد كده انا ماسكه ورق في ايدي وفي شاب واقف معانا تاني وبوري الرئيس عبد الفتاح السيسي الورق. اه تمام. بس الورق الورق ده كان كتير وفاضي ولا مليان؟ لا كان في كلام بس انا ما اعرفوش. اه يعني كان في كلام صح كده مش فاضي. كان في كلام. ايوه. والشاب اللي انت شفتيه كان مجهول صح؟ ايوه كان مجهول، ما اعرفوش هو، بس انا كان في الحلم لابس بدله سودة. اه طب تمام تمام. ابشري 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 يا بوسي. أيوة. بعريس جاي لك. طيب شكرا يا بوسي. يا بوسي هفصل لك منامك يا بوسي. الرئيس السيسي يا جماعه انا عملت له حلقه ويمكن نعمل له حلقه. طيب الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي او اي رئيس جمهورية او ملك او وزير، الناس دولا طبعا يختلفهم عن بقية الشعب الناس، لان ربنا سبحانه وتعالى اختارهم لمكانة، لمكانة مكانة كبيرة جدا جدا جدا، مكانة عالية قوي قوي. بوسي شافت ان عبد الفتاح السيسي قاعد على السرير بتاعها. خلي بالكم من الجزئية دي. عبد الفتاح السيسي، أنا عايز أخد اسمه، فتوح خير، رئيس جمهورية، رئيس جمهورية كبير في السن بس شباب عسل كده، رياضي وشاب لابس بدلة سمراء مجهول وقعد على السرير. السرير هنا مكان الراحة، مكان النوم، ومن اشتقاقه سرير سرور. ورئيس يقعد وشاب، أنا ببشرك بزيجة طيبة جداً، بزيجة مش هينة، بزوج هيريح قلبك وهتفرح بيه قوي قوي، والله أعلى وأعلم. طيب يا جماعة، المنام معلق على أرجل طائر إذا عبر وقع أو إذا فصر وقع. بالراحة كده المنام أنت بتشوفه وتروح تفسره عند واحد، عند أبو يحيى، عند اتنين، فيقول لك كتير، يقولوا لك ما تفسرش عند ناس كتير، كلام مظبوط. طيب انا اخد هبه ونكمل لكم ان شاء الله. يا هبه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخه ابو يحيى؟ ازيك يا استاذه هبه؟ الحمد لله. بقول لحضرتك انا شفت منام خير، اللهم اجعله خير. اكيد خير ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. هو في رمضان، كان تقريبا رمضان اللي قبل اللي فات ده. تمام. كنا تقريبا يعني كنا بنتوقع ان اليوم ده يكون يعني ليله القدر. ليله القدر؟ اه. طب تمام. انا متوقع كده يعني في العشر الاواخر. تمام تمام. فعيني غفلت كده قبل السحور، فحلمت خير اللهم اجعله خير، في سحابه غامقه. لا استنيني، هو انت صوتك راح فين؟ انا هو حلمت بسحابه غامقه. سحابه غامقه؟ اه
كان في سحابه غامقه معديه، وبعدين انا شفت خير اللهم اجعله خير، ولاده الاثنين كانوا واقفين تحت في مدخل البيت من تحت. وبعدين يعني في دماغي ان في حد جاي مثلا، حد وحش بس ضخم او مصعب ان هو ان انا اقدر عليه. فانا عايزه اخد ولادي واطلعهم فوق، وعشان خايفه عليهم يعني. تمام. فيوميها ساعتها يعني خدتهم عايزه اخدهم وبشدهم، وبعدين لقيت الثاني ده داخل من البيت بني ادم ضخم يعني، وانا مش عارفه ملامحه بس شكله مرعب. تمام. فاني قعدت لما شفته لقيت تخيلت يعني ان هو اوحش من اللي انا كنت متوقعاه. طيب تمام. فاني خدت يعني عايزه اشد عيالي واخدهم واطلع فوق. في اللحظه ديت اني قعدت اقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق في وشه. تمام. عشان اكفي شر يعني. اكفي. تمام. شر. تمام. اكفي شر. فالمهم طلعت ما لحقتش اخد ولادي. فالمكان مدخل البيت لقيتهم طلع ميه، بس هي كانت ميه رايقه. حلو. وما عرفتش اشدهم، ما عرفتش اخد ولادي. فانا طلعت الكام درجه اللي هم في الاول السلم، وبعدها وقعت وتخيلت ان هو مثلا عايز مثلا يقطع رقبتي، عايز يضربني على راسي. انا قمت من النوم واني مفزوعه من النوم، وهو زي ما تقول هيقطع راسي بقى خلاص. تمام. بس مش عارفه اذا كان هو قطع راسي ولا لا. طيب تمام. بس كده. فانا بقول له، وانا بقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، انت مش هتقدر تعمل فيها حاجه طول ما ربنا سبحانه وتعالى يعني، انا بقول كده يعني. فهو قال لي لا، ما هو ده قضاء ربنا. هو ايه؟ هو ده قضاء ربنا. لا معلش مش سامعها. بيقول لي هو ده قضاء ربنا. هو ده قضاء ربنا؟ اه. الشخص اللي هو كبير دون واسود. اللي هو الضخم ده، الواحد ده اللي انا مرعوبه منه. بقولك هو ده قضاء ربنا. اه. تمام. معلش في حلم تاني؟ لا استنيني، حلم تاني ايه ده؟ انت حلمك ده لوحده عايز له حلقه كامله عشان افسره لك. الله يخليك. هو انت حضرتك بتخافي على اولادك؟ هم سنهم قد ايه؟ لا ده هو بنتي ما شاء الله كبيره 21 سنه، والتاني مثلا 15 سنه. انت باستمرار بتخافي عليهم قوي وقلقانه عليهم؟ طبعا زي اي ام. انت بتقول المنام دون من رمضان اللي قبل اللي فات. وانا خايفه بصراحه افسره. لا استنيني، انت خايفه تفسري ليه؟ اوعي تقولي الكلام ده، ما يضحكش عليكي ابليس. هو انت حصل لك مشكله؟ حصلت لك مشكله بعد المنام ده بفتره؟ لمت فيها اولادك كمان؟ هي ولادي يعني مثلا بنتي ديت الحمد لله يعني نحمد ربنا، هي كانت اتجوزت واحنا في مشاكل. انت في مشاكل؟ احنا في مشاكل اصلا بقالها يجي 4 شهور مثلا غضبانه عندنا واحنا في مشاكل. وهي دي الغمامه الغامقه او السحابه الغامقه. تمام كده؟ طيب انا يعني انا معلش عفوا يعني هقول لك اسمعيني من التلفزيون وبلاش منامات تانية، لان المنام ده مهم افسره لك وما تخافيش. معلش انا بس هقول لك على حلم، لان انا قعدت اتصل عليك الاسبوع طيب. اللي فات ما عرفتش. بتقولي ايه؟ الشيخ محمد الشعراوي انا شفته في المنام. طب هاتيه دون. لا ده احنا نسمعه ونص ده. خير اللهم اجعله خير. قال لي في واحده ست غلبانه فعايزه مني رغيف. واحده ست مسكينه عايزه منك رغيف. رغيف. فانا بقول لها رغيف هيعمل ايه؟ طب خدي اتنين، خدي رغيفين. طيب حلو. هروح اجيب لك رغيفين. فانا خدت البطاقه بتاعي صرف. حلو جميل. فانا ريحه او الدكان او المحل اللي انا رايحه اجيب منه ده لقيته اللي قاعد فيه الشيخ محمد الشعراوي الله يرحمه. تمام. فخد مني البطاقه يوميها عشان يديني العيش، فبيبص فيها قال اسم والدي. طيب تمام. فانا بقول له لا ده انا ما كنتش واخده البطاقه ده. بيقول لي يوميها بيقول لي انا عايز البطاقه. فانا قلت له على اسمه، فقال لي خلاص يعني. المهم ان انا مش فاكره المنام بالظبط، بس هو قال لي على اسم والدي البطاقه باسم والدني، ووالدي ده متوفي. هو والدك متوفي بقاله قد ايه؟ بقاله مثلا دي ثلاث سنين، حوالي 3 سنين. في ورث ولا حاجه خدتوه وخلص؟ لا ده ما يعني احنا الحمد لله يعني ما فيش غير البيت اللي احنا اللي اخواتي قاعدين فيه. طبعا ما البيت اللي انت قاعده فيه اكيد ليكي ورث فيه. طبعا. خدت حقك منهم ولا لا؟ لا خدت الحمد لله. طيب الحمد لله رب العالمين. البطاقه الشيخ محمد شعراوي قراها باسم والدك. والست طيب. ديت انا اديت لها رغيفين، كانت عايزه رغيف انا اديت لها رغيفين. لا طب استنيني بعد اذن حضرتك.
انت والدك عليه ديون ولا حاجه؟ ما اعرفش، بس هم اخواتي يعني مثلا لو عليه حاجات بسيطه وهم دفعوها. صح كده. طيب روحي لاخواتك تاني واكدي عليهم يسالوا ويدوروا، لا اما لو ما سالوش ودوروا يشهدوا ربنا ان هم متحملين اي دين على والدهم، ووالدهم معفي من اي دين عليه. تمام؟ طيب شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. اول المنام الرجل الضخم اللي جاي لها وبتشد اولادها والميه وكلام من ده وهي خايفه تفسره، اوعي تخافي لانه الشيطان ابليس اللعين. اللي انا دايما بقول ان المنامات المفرحه او المنامات الجميله جدا او الرؤيه التي تاتي من رب العالمين، تمام كده، بتبقى رؤيه مفرحه، رؤيه جميله، رؤيه فيها بشاره، رؤيه فيها عتاب، رؤيه فيها حاجات ربك سبحانه وتعالى بيبعد عنك الشرور. انما ربنا ما يجيبش حاجات زي دي وضخم وكلام من دول، لا 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 لا، واولادك ويخوفك وانت تقعي مشاكل تعب ارهاق. ولكن انا بقولك ما تخليش الشيطان يسيطر عليكي. طيب انت قلت له مش هتقدر عليا، فده دليل على ان انت بتحصني نفسك او حصني نفسك. عليك بآية الكرسي، عليك بآية الكرسي وعليك بالمعوذات وحصني نفسك. اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق. تمام؟ دي جزئيه المنام الاولاني اللي انت ما تخافيش منه خالص، واوعي تخافي منه. الامر الثاني ابوكي، روحي شوفي عليه ديون ولا لا، وشوفي كمان او طلعي له صدقه، طلعي له صدقه واسالي جيدا جدا ان كان عليه دين ولا لا، لان انا اظن ان لسه في دين صغير جدا موجود. لو ما لقيتوش حد تكفلوا انتوا الدين امام ربنا سبحانه وتعالى انت واخواتك، وطلعي له صدقه. وانت طلعي صدقه لاولادك ولبيتك باقل القليل، رغيفين، الرغيف ملوش تمن، جنيه 2 جنيه، والله اعلى واعلم. طيب هناخد فاصل ونرجع لكم تاني، مفيش حد يروح في اي حته، فاصل ونعود لكم. متعرف بيكي؟ أنا اسمي أم محمد. إيه مشكلتك يا أم محمد؟ مشكلتي معايا عيالي محبوسين ومعنديش مكان، وعندي قروضة كنت جايبة قروضة إن أنا أصرف على المحامين وعلينا، عشان أنا معايا 10 عيال ومعايا عيالي المحبوسين نسوان ومطلقت وسايبلي أطفال، كل واحد سايبلي 3 عيال. فأنا ما عندي السكن وعندي الكارد هيحبسني. كارد بكام؟ مش عارفة بصراحة فاضل عليا قد ايه، يعني عندي مكتبين هيحبسوني، ومعايا بنتين متجوزين وجايبين لي كارد الاتنين ضامنين بعض، وجايبين لي كارد وبرضو مرفوع عليهم وصل أمن. كارد ده كنت جايباه ب5000 جنيه، ده بتاع البنات الاتنين. من انا عليا في المكتبين التانيين عليا برضو كان عليا 3250 في مكتب، وعليا 4000 جنيه في مكتب، فعمالين يحطوا عليا فوائد، راح رفع عليا وصلات امنه. فين جوزك يا حاجه؟ متوفي 13 سنه. يعني انت دلوقتي بتصرفي على كم عيل؟ انا بصرف ده 8 عيال، عيال عيالي، وانا معايا 6 مش متجوزين ومعايا 6 متجوزين. بتصرفي عليهم منين؟ بشتغل، هي الشغل بيجيني بشتغل. طيب الحاجة اللي تحبي توجهيها، الكلمة اللي تحبي توجهيها؟ ربنا يقدركم عليه، ربنا يقدركم على فعل الخير. عايزة شقة، أهم حاجة عندي عايزة شقة لطلبهم من ربنا، عايزة شقة وعايزة تسدوا لي اللي عليا. ان شاء الله حاجات تسددي الديون اللي عليكي، وان شاء الله تجيبي شقه ان شاء الله. شكرا.
ورجعنا لكم الفاصل. مرحبا بحضراتكم، يلا تواصلوا معانا ونسمع منامكم ونعبرها بكل خير. المنام معلق على أرجل طائر إذا عبر وقع. يعني إيه الكلام ده؟ يعني يا جماعة في بعض المفسرين أو بعض الأحباب الكرام بيقول لك إن المنام لو اتفسر اتفسر ووقع زي ما هو. يعني لو من منام حلو وواحد فسره وحش خلاص هيقع وحش. لو المنام وحش وواحد فسره حلو هيقع حلو. إيه الكلام ده؟ كلام غريب أنا ما سمعتش به. طب تيجي واحدة واحدة كده ونتكلم. واحد بيحلم وشاف منام، فالمنام ده يقوم مفسر او حد ما بيعرفش يفسر خالص وفسره له وقال له انت هتلاقي كنز، صندوق مليان مجوهرات وذهب وفلوس، يتحقق؟ ما هو ده اول واحد فسره لي، هيتحقق واروح الاقي فعلا كنز والاقي صندوق مليان مجوهرات وذهب وكنز على بابا؟ ازاي الكلام ده؟ او حد منام ان انا مثلا هيبقى ليا زيارة لسيدنا النبي أو هطوف حول الكعبة أو ربنا هيفرحني أو حاجة جميلة، فواحد ما بيعرفش يفسر يقوم جاي مفسر لي المنام وحش ويقول لك ده وحش وهيجرالك ويجرالك ويجرالك والمنام كله جميل بشارة من ربنا سبحانه وتعالى، فيقوم مفسرهولي تفسير وحش وانت هيجرالك كذا وكذا وكذا يقع؟ لا، الكلام ده مش مظبوط، الكلام ده خطأ 100%. المنام معلق على أرجل طائر إذا عبره أو فسره وقع. إزاي؟ يعني أنت لو فسرت لي المنام يا أبو يحيى صح بيقع، يعني أنت فسرت لي إشاراته ورموزه كاملة مظبوطة وأصبت فيها بيقع المنام. هرجع لكم بعد هنا وأكمل لكم الكلام. هنا، ألو يا هنا. طيب نكمل، ارجع لنا تاني يا هنا. طيب يا جماعه، يبقى ايه الكلام ده؟ يبقى انا لما اجي اعبر لك المنام وافسر لك المنام او افسر لك المنام واعبره لك صح، اشارته كامله، اشارته متعبره 100%، صحيحه جدا جدا. طيب هناخد اتصال. ايمان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ايمان. ازي حضرتك؟ ازيك انت؟ الحمد لله تمام. طيب كويس ان انت كويسه، الحمد لله. الحمد لله. اتفضلي. إيه حضرتك؟ انا والدتي بقى اللي حلمت الحلم ده. اه، والدتك اللي حلمته. اه، بس انت جايبه له مظبوط بالظبط؟ اه، هي قالت لي زي ما هي شافته. طب يلا قولي. هي حلمت ان هي ان عمتي انا بتديها بتقول لها خدي افتحي الصندوق ده، فجيت عشان تفتحه. عمتك بتقول لها خدي الكحك؟ لا، افتحي الصندوق. اه، طب انت علي لي صوتك عشان اسمعك. لا، كويس تمام. هي بتقول لي خد، مديها مفتاح وبتقول لها خدي افتحي الصندوق. ادي اول حاجه لما رجعنا، خدي المفتاح، ايدك حلو كده. افتحي بيه الصندوق. فماما جت تفتح بيه، قالت لها ايه؟ لا لا، خليني انا افتحه انا. مين اللي قالت لها خليني افتحه انا؟ عمتي. عمتك. اه، حلو. ماما طلعت بره، سابتها وطلعت، فلقيتني واقفه، قالت لي تعالي معايا، خدتني ومشينا، رحنا زي مكان محل كده فيه موبيليا. طب عمتك عمتك فتحت الصندوق ولا لا؟ مش عارف، هي بتقول مش عارفه، ما شافتهاش. بس المهم ان في صندوق وفي مفتاح. اه، كملي اتفضلي. طلعت بره، لقيتني، قالت لي تعالي، واحنا ماشيين رحنا محل زي محل موبيليا، كان في ثلاثة قاعدين، اتنين رجالة وست. تمام. أنا رحت قعدت جنب واحد، هو هي بتقول لي هو اداكي حاجة بس أنا مش عارفة هو اداكي إيه. طيب حلو. أنا وأنا جيت مطلعة سبحة ومسك أحمر اداتهم له. استنيني معلش يا أمان، مين اللي طلع سبحة ومسك أحمر؟ أنا. أنتِ؟ أنا. أه، اديتهم للراجل ده. الله عليك يا أمان، قولي كملي. اداتهم له، فهو ما كانش عايز ياخدهم، فماما قالت له لا خدهم، ده هي لسه جايه من العمره يا او جايبهم من العمره. يا الله، جميل. بس هو ده الحلم. طب يا امان، انت حضرتك انسه ام متزوجه؟ لا، انا انسه. كام سنه؟ عندي 36. طيب تمام. المنام ده جميل. انت بتصلي يا امان صح؟ اه، الحمد لله. انت كمان بتقومي الليل صح؟ لا، للاسف لا. لا، انا عايزك تقومي الليل.
مطلوب منك تقيمي الليل. حاضر. ليكي اوراد يا ايمان؟ نعم. ليكي ساعات يعني ايه انا بسبح يعني الحمد لله على طول يعني، بس مش ورد معين يعني، انا السبحه دي بقى في ايدي يعني الحمد لله جايبه السبحه الالف دي، فلما تبقى قدامي اقعد اسبح بيها يعني. جميل يا ايمان. في الشغل بسبح كده. جميل يا ايمان، جميل يا ايمان. طيب في حاجه تانية يا ايمان؟ لا شكرا. طيب اعبر لك عن طريق التلفزيون ايمان. شكرا لحضرتك يا ايمان، شكرا جزيلا لحضرتك والله. منام جميل قوي. الام والعمه او الام والخاله صندوق فيه مفتاح، قالت لها العمه انا هفتحه انا. الصندوق من اجمل الاشارات والرموز المناميه. ليه؟ اولا انا بحبه علشان حاجه، علشان هو مربع متساوي الاضلاع، حتى لو مستطيل، ما في صندوق مستطيل وفي صندوق مربع، بحبهم جدا لانه بيبقى ليه نقطه بدايه ونهايه، فالصندوق فرج وخير واشاره لاخبار سعيده جدا. مفتاح يعني في فتح، يعني في خير. المسك اللي حضرتك بتدي لي الاخ دليل على التقى والايمان والفرحه والاخبار الساره لا تسمعيها، وربنا هيفرح هيفرحك قوي قوي لدرجه ان كل دعاء بتدعيه ربنا بيتقبله منك، فادعي لنا يا ايه. والله اعلى واعلم. معانا اتصال تاني. هاجر. السلام عليكم، زي حضرتك؟ عليكم السلام يا هاجر، زيك؟ الحمد لله بخير يا رب، دايما بخير. الله يخلي حضرتك يا رب ويرضيك يا رب. امين. عندي حلمين صغيرين. اتفضلي يا هاجر. اول حلم خالص، انا كنت بصلي القيام وكده، وكان يعني كان في امور مضايقه كده عشان حياتي يعني. انت بتصلي القيام في المنام ولا في الحقيقه؟ لا في الحقيقه. في الحقيقه. فكنت بدعي فكنت بدعي ربنا بحاجه وكده، فحلمت ان انا عند بيت ناس انا معرفوش. طيب حلو. وكاني مسافره السعوديه رايح اعمل عمره. حلو. وواحد انا برضو الشخص ده معرفوش في الحقيقه. طيب. فبيقول لي ايه، انا معايا 15، كان معايا 15,000، فانا عمال اقول له ايه، انا خايفه الفلوس لما اسافر السعوديه ما تقضيش. وشفت ال 15,000، فقال لي ايه، طب انا هديكي فلوس زياده. قلت له لا، انا هاخد من الفلوس، هاخد 1000 جنيه من جدتي والده ماما. طيب تمام. فراح قال لي طب استني اعرف لك الميعاد بتاع الطياره بتاعك امتى؟ فقلت له ماشي. قال لي الساعه 9. بس. قال لك الساعه 9؟ قال لي الساعه 9 و15,000. و15,000. ايوه. طيب. وشفت الفلوس يا هاجر. نعم؟ نعم. وشفت ال 15,000. يا هاجر انت انسه. لا انا معايا طفل منفصل ومعايا طفل. طيب يعني انا كلامي مظبوط؟ انسه زي مطلقه صح كده؟ مفيش زوج دلوقتي؟ لا لا. طيب انت حضرتك تمنيتي من ربنا امنيه عاليه قوي قوي قوي، بس لسه ما اتحققتش، بس هتتحقق لك يا رب. طب اقول لك، هل في حد تقدم لك او عايزه تتجوزي حد يا هاجر؟ ايوه. هو ده هو ده. أيوة. يا هاجر الشخص ده كويس، وربنا يتمم لك بألف خير يا رب العالمين عليه. يا بس رب. يا هاجر من ابو يحيى بيقول لك استني شويه. ليه؟ الظاهر هو عنده بعض الاعاقات او الظروف اللي ملخبطه، مش عارف يتلم عليك او تتلم عليه، صح؟ هو بس علشان مشكلتي انا، فعنده في البيت يعني مش يعني في شويه قلق. شويه القلق دولا هينتهم وربنا هيتمم بخير ان شاء الله، وربنا يفرحك يا رب. اللهم امين. منامك التاني يا هاجر؟ هو والدتي اللي حلمته. طيب. ماما حلمت ان هي لابسه جاكيت حلو قوي. ماما انتي؟ مامتي انا. بابا موجود يا هاجر؟ لا بابايا متوفي بقاله كتير يعني 16 سنه. الله يرحمه. اللهم امين يا رب. اتفضلي. ولابسه جاكيت لونه حلو قوي وكان عاجبها، وراحت عند جدتي اللي هي مامتها، فبتقول لها ايه، هي رضا هتتجوز، رضا دي قريبتنا برضو. طيب الحمد لله. كان نفسنا نجوزها. وبعد كده لقيت طنط امال، طنط دي برضو مامت اخت طنط اللي بقول لحضرتك عليها دي، حضرتك فاهم قصدي؟ طنط اخت مين بقى؟ طب اخت مين؟ اخت طنط رضا اللي بقول لحضرتك عليها. اخت طنط رضا هي لسه ما اتجوزتش؟ اللي هي قريبتنا. هي رضا دي ما اتجوزتش؟ هي رضا دي ما اتجوزتش؟ لا لا كانت لا مش بقى متجوزه.
لا السنين كبيره. اه يعني فاتها الزواج، قطر الزواج يعني زي ما بيقولوا. ما فاتهاش هي يا هاجر. نعم. طب كملي يا هاجر. وبعد كده لقيت طنط امال دي صغرت ولابسه فستان سواري جميل قوي. جميل. وبعد كده ماما مشيت لقيت الدنيا كده بتنطر النطره جميله وقالت الحمد لله. الله. طب اسمعيني عايز اقول لك حاجه صغيره. اتفضل حضرتك. انت بتصلي وقيام الليل، انا عايزك تلح على ربنا جامد قوي 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 في كل صلاه وفي كل وقت وبالذات في قيام الليل. الامر التاني انا عايز ماما كمان تدعي لك، لان ماما انسانه يعني بترضى باي حاجه ربنا بيديها لها من خير والشر. صح يا هاجر؟ صح حضرتك فعلا. خلي ماما تدعي لك قوي. الجاكيت اللي ماما لبسته، انت معاك اخوات تانيين يا هاجر؟ لا انا وحيده، كان عندي اخو توفى. الله يرحمه. الله يا هاجر. اللهم طيب اسمعيني من التلفزيون يا هاجر ولا لسه عندك حاجه؟ حاضر اسمع حضرتك من التلفزيون. شكرا لحضرتك يا هاجر، شرفتينا والله. يا هاجر ماما بتلبس جاكيت، وماما مع الشوال اللخبطه اللي انت قلتهم لي ورضا واللي عايزه تتجوز ربنا يفرحها يا رب. والفستان في حاجه جميله في ان ممكن رضا اللي هي لسه ما اتجوزتش ديا ان ربنا يمن عليها بالزيجه الصالحه او الزواج الصالح ويرضيها ان شاء الله حتى لو كبرت. اما بالنسبه لماما بتلبس جاكيت، اكيد ماما مش هتتجوز لان الجاكيت احيانا ستر، والستر هنا الزوج. هن لباس لكم وانتم لباس لهن. لا بس هيعود لك انت، لان ماما اكيد بتدعي لك بالستر والصلاح والزوج الصالح. وماما تقول الحمد لله ان ربنا هيكر عينيها وهيفرحها قوي 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 بيكي يا هاجر، وهتتجوزي وهتكوني سعيده قوي قوي، وماما هتكون سعيده معاكي، وفي الاخر هتقول الحمد لله. والله اعلى واعلم. معانا سهام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا استاذه سهام؟ الله يسلمك. عندي معلش عندي رؤيه لو سمحت. نعم؟ عندي رؤيه لو سمحت. طبعا اتفضلي قولي تحت امرك. بنت حلمت اللي هي ليالي. بنتك حلمت ايه؟ اللي هي جايه تزورني في البيت بتاعي. هي بنتك متجوزه ولا فين؟ لا متجوزه. ايوه متجوزه. عندها ولد وبنت. حلمت اللي هي جايه تزورني في البيت. ومكان بعيد؟ لا جنبي يعني. بس هي جايه تزورني يعني. طب جايه تزورك؟ ايوه. لقيت عندي فار وقطه. لقيت عندك ايه؟ فار وقطه. فار وقطه، جميل. ايوه. قالت لي مشيهم ولا انا عاوزاهم؟ تقول لي لا مشيهم من هنا، ما همش كويسين ولا انا عاوزاهم. طيب هي بتقولك مشيهم من هنا، مين اللي بيقول انا عايزاهم؟ انا اللي بقول انا اللي عاوزاهم. يا سلام عليك يا حاجه. والله العظيم. ايه يا حاجه سهام؟ عايزه تجيب لنفسك وجع القلب ليه؟ قالت انا زعلت منك وسبت قلت لك انت حره قمشي لك وانت ماشيه. طيب يا حاجه سهام هعبر لك يا حاجه سهام منامك. بالله عليك طمني. لا يبارك لك. هطمنك. حاضر. من عينيا الاثنين. تسلم عينيك. تسلم عينيك. انا جاي لكم هنا عشان ابشركم بالخير واطمنكم. طب قول لي عشان لو في حاجه اخد برضه حذري برضه. نعم؟ عشان لو في حاجه اخد حذري. بتقولي ايه يا حاجه سهام؟ بقول عشان لو في حاجه يعني في حاجه. طيب حاضر. ما انا هخليكي تاخدي حذرك دلوقتي ونص كمان ما تخافيش. ربنا يبارك لك يا دكتور. ربنا يبارك لك. شكرا لك يا حاجه سهام. ربنا يبعد عنك كل شر. اسمعيني من التلفزيون. شكرا لحضرتك. قطه وفار داخلين عندها وهي بنتها عايزه تمشيهم وهي بتقول لها لا. يا حاجه سهام في حد قريب منك وده القطه، وعايز اقول لك حاجه. حاجه سهام ده لص موجود في البيت، اما هيسرق من عندك حاجه ماديه او هدوم او فلوس او حاجه، او بيتلصص بالكلام. تمام كده؟ فبالله عليكي اسكتي يا حاجه سهام. اسكتي. اسكت يعني ايه يا ابو يحيى؟ يعني اسراري ما عدتش اقولها. جبت ما جبتش، كلت ما كلتش، عنت ما عنتش، اكيد في اغراب. ما احكيش حاجه يا حاجه سهام، ما احكيش حاجه خالص. اخلي بالي على كل حاجتي. انا مش بخوفك ولكن انا بحذرك. في حاجة تانية، قطة وفار عندك اتنين بيخشوا مش كويسين، نقول عليهم أعداء، فخلي بالك منهم قوي قوي يا حاجة سهام. والله أعلى وأعلم. بس أنت مصممة إن أنت تقعدهم معاكي ليه؟ أكيد بتتكلمي في قيل أو قال أو كلام من ده،
لا ابعدي وخلي بالك من حاجتك، خلي بالك من اسرار بيتك، خلي بالك من اسرار اولادك واهلك. والله اعلى واعلم، ربنا يبعد عنك الشر يا حاجه سام. معانا اتصال تاني للاستاذه سمر. السلام عليكم. عليكم السلام يا سمر. لو سمحت عندي حلمين صغيرين لحضرتك. طب انا عايزك تعلي صوتك كده وتسمعينا جامد قوي. ماشي. اول حلم حلمت ان انا لقيت 100 جنيه في الارض وحطيتها في البوك بتاعي، بعد كده ببص لقيتها 200 في البوك. لقيتي 100 جنيه؟ لقيتي 100 جنيه على الارض يا سمر. اه. طب بالنص يا سمر ينفع ولا ما ينفعش؟ ايه؟ بالنص؟ ماشي كلها والله. ربنا يفرحك يا سمر. الله يخليك. لقيتي 100 جنيه؟ في البوك بتاعي لقيتها 200. لقيتها 200؟ لا مش بالنص يا سمر، مش بالنص، رجعت في كلامي. ليه؟ سمر انت متجوزه ولا انسه؟ لا انا متجوزه ومعايا 200. عندك مشاكل يا سمر وفي حد بتحسي ان هو ما بيحبكيش؟ اه كتير. كتير يا ستير يا رب، لا مش بالنص ولا عايز اخد منك حاجه خالص. طيب يا سمر انا عايزك اقول لك حاجه حلوه. لو سمحت عندي حلم تاني صغير بالله. طب يلا قوليها وانا افصلك من التلفزيون، اتفضلي قولي يا سمر. حلمت انا والدي متوفي بقاله سنتين في الحقيقه. رحمه الله عليه. انا حلمت يعني كان لسه بقاله كام شهر كده، فحلمت ان هو نايم في الارض كده زي ما كان تعبان ايام ما قبل ما مات يعني. بس كان شكله ايه كويس يعني، وشه ما كانش تعبان وشكله كان اصغر من سنه حوالي 10 سنين كده يعني. هو كان ميت عنده 80، في الحلم كان عندي زي 70 حاجه، اقل من 70 كده يعني. ونايم على الارض ازاي؟ تعبان؟ هو نايم على الارض بس احنا انا كنت في بالي ان هو تعبان، بس هو كان شكله مش تعبان خالص. اه يعني الايحاء الرباني اللي ربنا اداهولك في المنام ان انت حاسس ان هو تعبان. ايوه تعبان زي ما ايام ما كان تعبان قبل ما يموت، بس هو شكله ما كانش تعبان. بس شكله مش تعبان. تمام. قولي. وانا واختي الكبيره قاعدين جنبه على الارض، وايه اختي شايله عيل صغير. الله. عنده كام شهر كده. الله بس الله. العيل دوت كان هو والدي، مش عارفه ازاي. يعني العيل ده هو والدك. هو والدي برضه يعني، والدي نايم في الارض وبرضه اختي شايله عيل صغير، هو ده انا في بالي هو ده والدي. الله على المنامات الجميله. قولي. بعد كده هي كانت شايلاه، بعد كده راحت هي مديهولي. هي اختك متجوزه؟ متجوزه، هي اكبر مني. ده عندها مشاكل. هي كانت شايلاه وبعد كده اديتهولي. سامعاني الاول، اختك ده عندها مشاكل او ضيق مادي؟ ضيق مادي؟ ما تعرفيش؟ بس هي لسه ورثه يعني. هي لسه والده؟ ورثه. بس اسمعيني، ورثه بقالها قد ايه؟ ورثه بقالها قد ايه؟ لما والدي توفى هي ورثت. يعني من زمان؟ لا مش من زمان، ايام الحلم ده، ما هو احنا ورثنا لما هو توفى. طيب تمام، بس طب اختك دي بتعاني من حاجه؟ حاجه زي ايه؟ مشاكل يعني؟ ايوه يا فندم. ايوه هي في مشاكل ما بيننا اساسا يعني. ما بين مين ومين؟ ما بين مين ومين؟ هي انا واختي من ساعه ما والدي توفى احنا. ايوه عليكي كده، ده انت فهمتيني، وابوك جاي ونايم على الارض و70 سنه وتعبان هنا. شفتوا يا جماعه؟ انت كده خلصت يا سمر؟ في كلمه بس اخر، لا اخر كلمه. هو بص لي في الحلم وقال لي، عشان هو كان صعيدي، قال لي باللهجه السعوديه، قال لي بزياداكي. كده يا سمر. بس انا فهمت هو قال لي بزياداكي على ايه في الحلم، فانا ابتسمت والحلم خلص. بزياداكي. لا ما تقفليش، استنيني. انت عامله مشاكل مع اخواتك او انت عامله مشاكل مع بعضكم؟ هو في مشاكل بتاع من يوم ما توفى. مش على ورث ولا حاجه، مشاكل كده. طب اسمعني من التلفزيون. شكرا لحضرتك. طب ممكن معلش بالله عليك جوزي بس حلم كلمه بس؟ استنيني بس يا سمر عشان ما تبوظيش افكاري بالله عليكي. ماشي حاضر. عفوا، انت هو على راسي من فوق. بس بعد اذن حضرتك لازم تسمعيني من التلفزيون لان المنام مهم جدا. ماشي. طيب يا سمر شكرا لحضرتك. اختك شايله ولد، الولد الشهور، وهي ورثه، ربنا يبارك لها في فلوسها يا رب العالمين. الولد الشهور، البيبي، الطفل الرضيع، خير كتير، مال، فلوس، رزق، ولكن صاحب المنام ده بيعاني من مشكله. طيب انا قلت لها عندها مشاكل، قعدت تلف معايا ونلف كتير عشان نجيب. لا لا لا، ابوها نايم على الارض 70 سنه وجاي صغير 10 سنين بس. لا لا، احنا عايزين نشوفه 40 30، وهي حاسه ان هو شكله كويس بس هو تعبان الإيحاء الرباني. وبقولها بكفاكي كده، بيقول لك أمر رباني، لأن الميت ما يعرفش يتكلم بمزاجه. الميت ما يعرفش يتكلم بمزاجه. الميت جاي مأمون من رب العالمين. الميت ما يقدرش يقول بم
او سين او ح الا باذن من الرحمن، لانه ما يملكش من الامر شيء. لما بيخرج للحي مأذون. فمن هنا بيقول لك بكفايه، وبكفايه دي من رب العالمين. انت ابتسمتي، الابتسامه هنا ابتسامه رضا، ابتسامه قبول، ابتسامه صلح ما بينك وما بين اختك، ما بينك وما بين اهلك، ما بينك وما بين اخواتك. بالله عليكي، بالله عليكي، الدنيا بتجري وتفر. ابوك مات 80 سنه، انت لسه شابه، واخواتك هتجري الدنيا، هتجري الدنيا وهنموت، ورب العالمين هيحاسبنا جامد قوي. واحد وواحد بيساوي اتنين. فلما يجيلك اذن رباني وكلام حد كالسيف بكفايه، صالح اختك، صالح اخواتك، حتى لو حصل ايه يلا روحوا بسرعه، رن عليها، حبوا بعضكم، خدوا بعضكم في حضن بعض، بصوا بعض، انتوا دم واحد. عشان المنام ده منام خطير جدا، جاي من ربنا سبحانه وتعالى، فلازم تسمعوا الكلام. والله اعلى واعلم. معانا اتصال، عبد اللطيف. الله، اسم جميل. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا عبد اللطيف؟ الله يخليك، بخير الحمد لله. والله دايما بخير ودايما الحمد لله. ربنا يخليك يا رب. انا كان في منام عندي، ووالدتي بعد اذنك كان عندها منام برضه، كنت اقول لحضرتك هو سريع، الاثنين مش هياخد وقت يعني. طيب اتفضل. انا لسه حالم من كام يوم، ان انا كنت في عربيه، راكب في عربيه مع يعني الاشخاص انا مش فاكرهم، يعني الاشخاص انا زي ما اكون ماشي في مكان في منطقه جديده، ودخلت المنطقه دي لقيت استاد زي ما يكون حاجه كده مش موجوده، انا عمري ما شفت في جمالها قبل كده. ملعب استاد كله فاضي خالص، ومدرجات لونها ابيض فازرق بشكل جميل جدا. الملعب كان كله فاضي، وانا نزلت في المدرجات لحد تحت خالص، والنجيله نفسها لونها اخضر لدرجه انها مش مصدق، حتى انا في ملعب في بلدي، يعني بقول يا معقول الجمال ده موجود عندنا هنا في مصر؟ والملعب شكله مفرح جدا وشكله جميل جدا، ولكن كان فاضي، ولا في مباراه ولا في اي حاجه خالص. والنجيله نفسها شكلها انا ما شفتش قبل كده زيها. ولما خرجت مشيت برضه في عربيه زي ما اكون ان انا ماشي في منطقه جديده عليا، منطقه انا ما شفتهاش قبل كده، وزي ما اكون في عربيه ماشيه ورايا، اللي هو انا بشرح بيتي، يعني انا كاني مروح بيتي، بس دي منطقه جديده على انا ساكن في منطقه جديده، او في شايف شارع جديد وشايف منطقه جديده، زي ما كنا انا رايح على البيت بتاعي، ولكن دي مش منطقتي اللي انا ساكن فيها يعني. بس كده، ده الحلم بتاعي. عبد اللطيف انت متجوز؟ لا انا مش متجوز، انا كنت خاطب وربنا ما كرمش يعني. يا الله، انت سبقت ليه يا عبد اللطيف؟ حرقتي لي كلامي. عبد اللطيف، انت كنت في موضوع وما تمش لك. مظبوط. كانت قريبه؟ يعني ايه كانت قريبه؟ كانت الخطوبه دي كانت قريبه اللي اتفسخت دي؟ كان يعني بقى لها سنه تقريبا خلصانه، او سنه ونص. طب بس بامانه الله، البنت دي كانت البنت دي اللي انت كنت خاطبها كانت كويسه؟ مظبوط. بس ايه رايك ان الفشكله دي يعني عشان الماديات او الاتفاقات؟ مظبوط كده حصل. معلش، يلا ربنا يوفقك. بس عايز اقول لك على حاجه. اتفضل. ما تعرفش ترجع لها تاني؟ لا خلاص اتجوزت. يا خساره، كانت جميله جدا يا عبد اللطيف. نعم، كانت جميله جدا البنت دي يا عبد اللطيف. مظبوط. بس ما لكاش نصيب معاها، ولكن بقى هبشرك بحاجه حلوه. تنتقل من مكان لمكان. تمام. وتنتقل من امر لامر. مظبوط. ويرزقك الله سبحانه وتعالى افضل منها باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. منام امك بقى يا عبد اللطيف. حضرتك ايه؟ اتفضل. ست الكل، السلام عليكم يا باشا. ازيك يا ست الكل؟ الحمد لله بخير، الحمد لله. دايما ولا دايما الحمد لله. متوازنين قوي. شفت؟ لا الصوت قطع. قال هو عندي في البيت، والمصحف بتاع اللي انا بحفظ منه انا بدور عليه. بتدور على مين؟ المصحف بتاعي كان محطوط على الترابيزه في اوضتي، وهو قاعد على المكتب، الدكتور احمد عبده عوض. الله. فقلت له فين المصحف بتاعي؟ قال لي انا حطيته لك هنا اهو، وهو مصحفي فعلا اللي انا بحفظ منه. يعني انت بتدوري في المنام على المصحف، فالدكتور احمد عبده عوض بيقول لك اهو. هم حاطينه لي في المكان بتاعي. بس وبعدين كده. بقول له يا دكتور ده المصحف بتاعي ده انا بحفظ منه زي المصحف بتاعك بالظبط. فضحك لي وقال لي تاني يوم بقى شفته نفس الدكتور احمد عبده عوض مع واحد اسمه عامر، وانا واقفه فوق على سطح عالي فايقه بيت بابا، يعني عند بيت والدي، واقفه بقول للعامر اللي جنبي ده
بقول للبيت اللي قدامك ده، ده بيت الدكتور احمد عبد عوض، لو بصينا شفناه هو يشوفنا على طول. ده خلصوا الحلمين. واحد صغنن ثالث بقى، عشان ادعي لك وانا بفطر، انا شفت اللي هو اسمه ايه، سمير الاسكندراني. تمام. الله يرحمه. الله يرحمه. انا بقول له ايه، انا كنت واخده منك فلوس تقريبا 20 جنيه او 25 جنيه. خد ال 100، خد 50 عشان انا ما اعرفش كانوا 20 ولا 25، خد 50 واديني 50. اخد مني ال 50 وبعدين راح قال لي ايه معيش فكه، رحت راح مديني ال 100 جنيه تاني. تمام. بس فبعدين بعد ما اداني ال 100 جنيه تاني ما اعرفش بقى هو اداها لي ولا انا اللي اديتها له، مانيش فاكره بصراحه يعني. طب يا حاجه بعد اذن حضرتك، يا ام عبد اللطيف اتفضل. سمير الاسكندراني، اه ممكن حضرتك تدعي للراجل ده؟ ادعي له. حاضر. عينيا. ادعي له، ادعي له، هو من الاموات، ادعي له، ادعي له ان ربنا سبحانه وتعالى يرحمه. على اغاني بقول يعني هو جالي ليه في المنام؟ لا مالكيش دعوه، لا مالكيش دعوه، مالكيش دعوه. وما هو الا رموز واسماء. اه ايوه. انت بتحبي تتفرجي على الدكتور احمد عبد عوض؟ والله انا كنت بقرا القران على القناه بتاعته مع الشيخ اللي توفى الله رحمه الله عليه، الشيخ شحاته محمد علي ربنا يرحمه. كنا بنقرا عليه بعد الفجر فتره طويله. وخلاص كده. بس هو سنه السنه والمنام ما بنقراش يعني، بس انا لسه حلم الحلم ده قريب. خلاص انت فصلت المنام. اه. شكرا لك يا ام عبد اللطيف، اسمعيني من التلفزيون. شكرا يا دكتور، شكرا. ربنا يفرحك يا رب. وانت صايمه هتفطري، فادعي لنا وانت صايمه بالله عليكي، ربنا يفرحنا ويفرح المسلمين والمصريين يا رب العالمين. ام عبد اللطيف، رؤيه الدكتور احمد عبد عوض رؤيه طيبه جدا. هذا الرجل رجل عالم، رجل قران كريم، 24 سنه قران، قران كريم، دعاء، ادعيه. وانت فعلا قلت لك انت بتحبي تسمعي له، قلت لي فعلا انا بقرا معاه. اتغير الامر من مصحف لمصحف وهو بيبتسم لك، فانت قلت لي ان انا كنت بقرا معاه فعلا وما كنتيش بتقراي، فانت هتضطر ان انت تقراي لوحدك. هو ده التغيير. سمير الاسكندراني والفلوس وال100 جنيه نصره وخير، قضاء امر لحضرتك. ادعي كتير قوي 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 فدعائك مستجاب. اقراي القران الكريم في كل وقت، اقراي القران الكريم في كل مصحف. ما شاء الله عليك يا ام عبد اللطيف، يا ستي يا جميله، فرحتيني بمنامك الجميل دون. ربنا يفرحك، ادعي لنا، ربنا هيسعدك. وفاصل وهنرجع لكم، اوعوا تروحوا في اي حته. فاصل ونعود لكم. تعرفي ام خالد؟ عايزين نعرف حالتك والمشكله اللي عندك. انا عندي دي مريض الكهرباء، تاخر عقلي، تاخر حركي، وده مريض كبد ومريض كهرباء، والعلاج بتاعهم غالي قوي قوي، ما بنجيبش حاجه من بره. استنى. عملتيش ان هو يبقى على نفقه الدوله؟ ما بقدرش اشيل وامشي، انا مريضه، انا مريضه، انا جيت الخطوه دي بالعافيه، وهي عايزه ركب مفصلات حديد عشان تقدر تمشي، هو ده طلبي بس. طيب باباهم موجود ولا لا؟ اه موجود. اشتغل على كرتونتين شيبسي محطوطين بره، بوز شيبسي. طيب في حاجه حابه توجهيها؟ حابه الناس ترقب بحالتها، نفسي اطمن عليها قبل ما اموت. بس ان شاء الله الناس تستجيب ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يشفيها يا رب. مرحبا بحضراتكم، ورجعنا لكم تاني من فاصل. اهلا بحضراتكم بكل خير، بكل بشاره طيبه، بكل فرحه، بكل حاجه جميله اعبر لكم منامتكم. طبعا ارقامنا موجوده تحت على الشاشه، تواصلوا معانا يلا. طيب يا جماعه، ارجع تاني عشان نتكلم في موضوع المنام معلق على ارجل طائر، بس اتصالات ما شاء الله كتيره مش عارف اكمل لكم. فمن هنا يا جماعه زي ما بقول ان حد ممكن يفصل لك منام يقول لك هتلاقي كنز، مفيش الكلام ده اصلا. المنام خلي بالكوا يا جماعه ما تخافوش، بس ما ينفعش ان انا افسره كتير، اروح عند المفسر ده والمفسر ده والمفسر ده واعرضه كتير، ما ينفعش. اشوف حد موثوق منه واعبر له واخليه يعبر لي المنام. اما بالنسبه للمنام يتفسر من اول مره او يتفسر كتير ويقع وكلام من ده، لا، لازم المنام يتعبر صح،
يتعبر إشاراته كاملة صح. بيبقى المنام فيه إشارات كتير ورموز، ممكن يبقى منقسم لقسمين لتلاتة، لقسم واحد ممكن أعبر لك المنام ويتحقق ويتفسر ويقع كما هو، بس بمراد ربنا، بتوقيت من توقيت ربنا سبحانه وتعالى. ممكن أقولك السنة الجاية، ممكن أقولك هيتحقق بكرة، ممكن أقولك يتحقق بعد شهر وما يتحققش، وممكن يصدف معايا. ولكن أكتر حاجة بحبها أقول الله أعلم، لأن ربنا سبحانه وتعالى ليه توقيتات في المنام دون، في تحقيق المنامات وتحقيقها توقيتات ربانية إلهية لا يعلمها إلا ربنا سبحانه وتعالى. فممكن إن أنا أعبر لك المنام ويقع من رجل الطائر فعلا ويتحقق، بس يتحقق كما هو، يتحقق كما ربنا سبحانه وتعالى عايز. هترزق انذار، عدو، خير جايلك، مال جايلك، انما علشان اقول ان انا عبرتهولك وحش وهو حلو يوقع وحش، الكلام ده لا. ان انا عبرتلك اللي انت مش عارف كذا وكذا 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 وهتلاقي كنز، تمنى اقول لنفسي ان انا شفت منام وشفت كذا وكذا وكذا، يا ابو يحيى انت هيجي لك كنز كبير كلام من دون، انا بقى قاعد منتظر الكنز وما يجيليش حاجه، لانك انت عبرته غلط، خطا لازم تصيب في المنام. والامر المهم جدا ان انت ممكن تصيب يتفسر المنام كامل، ممكن تصيب في نصه، ممكن تصيب والنص التاني صح والنص التاني خطا، ايه الكلام ده؟ حصل كتير. طب هناخد اتصال سمر. الو، ازيك يا سمر؟ انا لسه متصل بحضرتك دلوقتي. ما شاء الله عليك يا سمر. لسه متصل بحضرتك دلوقتي بتاع الحلم اللي هو 100 جنيه ولقيته 200 جنيه. حضرتك ما فسرتوش؟ انا فسرته يا سمر، انت كنت فين؟ وحلم تاني معلش بتاع جوزي. ايه؟ فسرتهولك. انت فسرت لي الحلم بتاع والدي بس بتاع 100 جنيه ما سمعتهوش معلش. بتاع ال 100 جنيه اللي انت لاقياه على الارض وبعدين لقيتهم 200. طيب هو ال 100 جنيه يا سمر، ال 100 جنيه جميل جدا، تمام كده؟ تمام وخير، قضاء امور. ولكن عايز اقول لك حاجه يا سمر. نعم. هل طب انا مش هساله لك لانك اكيد مش هتجاوبيني عليه، فانا عايزك يكون ما بينك وما بين نفسك. اذا اخطأتي او اذنبتي يا سمر، اتكلمتي في حق حد او اهملتي في حق ربنا في العبادات وكلام من دون، فدون اسم او دون امر حضرتك بعد اذن حضرتك ترجعي له تاني بسرعه جدا. اهملت في الصلاه، اتكلمت على حد او 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 او، بسرعه جدا 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 راجعي نفسك، اتكلمي مع نفسك، فوقي نفسك. أي. الامر الثاني يا سمر، يتحول ال 100 ل 200. انا بقول لك خلي بالك من اعداء بجنبك يا سمر، خلي بالك بكل الامكانيه بكل حواسك. طب اخلي بالي ازاي؟ قولي يا سمر على طول باستمرار، اللهم اكفينيهم بما شئت وكيف ما شئت. هات المنام التاني يا سمر. جوزي حلم ان هو راكب عجله جديده بس. بتاع جوزك سمر، انت هتطمعي يا سمر؟ ما تطمعيش، هات جوزك. لا جوزي مش موجود والله، بس هو قال لي الحلم ده. طب قولي يلا. حلم ان هو راكب عجله جديده. يعني هو ده هو المنام جوزك. اتفضلي يا سمر قولي. بس كده. حلم ان هو ركب عجله جديده. هو بيشتغل ايه يا سمر؟ هو شغال صياد بس هو على المعاش يعني. صياد؟ صياد بس هو على المعاش. سامعاني يا فندم؟ هو صغير في السن. صغير في السن يعني مش كبير. يعني هو صياد بس طلع على المعاش. بس هو صغير في السن مش كبير. طيب هو حضرتك يا سمر يعني بعض الارق والتعب والهموم اللي ملازماه باستمرار؟ اكيد يعني. من النوع اللي زوجك بتعجل في آرائه أو اختياره أو فكره بسرعة جدا؟ ممكن شوية. لا تقولي له اهدف كل فكرك، اختار صح، ما تطلعش الكلمة من بقك أو فمك إلا لما تكون عارف رايحة فين، تمام كده؟ عجلة جديدة بقى يا سمر، دليل إن هو ساب شغله وطلع على المعاش وهيشتغل شغلانة تانية هتكون جديدة، إن شاء الله هيكون جميلة يا سمر، هيكون فيها رزق طيب، هيكون فيها خير، وربنا يفرحكم يا رب. والله أعلى وأعلم. نرجع تاني يا جماعة لمناماتنا. جيت في زمان من فترة كبيرة جدا عشان أكد لكم إن أنا كلامه صح. أختي من أخوات من حوالي
ثلاث سنين سبع سنين انا عبرت لها منام، فلقيتها بترن عليا بعد ثلاث سنوات وتقول لي ابا يحيى. قلت لها نعم. قالت لي تحقق نص الحلم بعد ثلاث سنين، ويا رب يا ابو يحيى النص الثاني يتحقق. فمن هنا سألتها سؤال سريع جدا علشان اتاكد، هل كلامي صحيح ولا بخترع من وهم او بخترع وبألف كلمات، وبقول ان المنام لو اتفسر اول مره خلاص وقع. طب انا عايز اقول لك حاجه. قالت لي اتفضل. قلت لها بس بامانه، انا ببقى واثق وعارف ان لما حد بيشوف منام بيروحوا يعبروا عند الف معبر، ما عجبوش التفسير ده، بالرغم ان ممكن يكون التفسير صحيح جدا، وممكن اكون اقول لك كذا نعم حصل، اقول لك كذا حصل، بس عشان تطمني بتروح لمعبر تاني. فسرت المنام ده عند كام مفسر تاني؟ قالت لي عند اربعه او خمسه او سته او سبعه، يعني مش انا لوحدي. وقالت لي انت عبرتهولي فنصه اتحقق، يعني كده. وطبعا منامات من مفسرين كتير، ده بيفسر بفكر وده بيفسر بفكر وده بيفسر بتفسير مختلف عن التاني. فجت قالت لي ده نص المنام عندك اتفسر صح ووقع بالظبط زي ما انت قلت بعد ثلاث سنين او سنتين او اقل او ازيد، الله اعلم. فتيقنت ان فكري صح، ان المنام مهما قلتوا لاي حد وفسره لكم غلط مش هيقع زي ما هو قاله، لازم يتفسر باللي ربنا سبحانه وتعالى بعته. انذار انذار، رزق رزق، بشارة بشارة. فمن هنا لازم افسر المنام صح علشان يقع. طب انا فسرته صح واصبت فيه، ليه ما تحققش تاني كده تاني؟ بالرغم ان لو المنام اتفسر صح، اتفسر صح، ليه ما تحققش يا ابو يحيى بسرعه؟ عشان انا قلت لك ان تحقيقه بمراد الله بامر الله. ايه الكلام ده؟ انت بتقول ايه؟ واحده واحده نتكلم بالعلم وبالهدوء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما خلاص اكمل ديننا قال ايه للصحابه؟ ما بقيت من النبوه الا المبشرات. يعني ربنا مش هيسيبكم كده، احنا انبياء ومرسلين، كنا بنبشركم، كنا بنعرفكم، كنا معاكم واحده بواحده، بس بعد ما متنا مش هيبقى في الكلام ده. فرب العالمين مش هيسيبكم، هيبشركم وهينذركم ويعاتبكم. عن طريق ايه؟ عن طريق المنامات، عن طريق المنامات. فمن هنا المنامات مهمة جدا جدا جدا، ولا يستهان بها. ده المنامات بنت ورفعت أقوام ورفعت بلاد وخلت بلاد تعيش وسددت ديون عن المدينين وبشرت حبايبنا الكرام، وقدرنا نسدد ديون عن الأموات، وقدرنا نعالج أمراض. أنت بتقول إيه يا أبو يحيى؟ نعالج إيه؟ نعالج أمراض. ومعانا اتصال إيمان. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام يا إيمان، إزيك؟ ألو، سلام، إزي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين، اتفضلي. معلش، أول مرة أشترك في أي برنامج يعني. وشرفتينا والله. معلش، ربنا يبارك. معلش، أنا اختصر الموضوع يعني، أنا أرملة وعملت عملية بث، وأنا حلمت أستاذة إيمان، أستاذة إيمان، أستاذة إيمان، سامعني؟ نعم. صلى على حبيبك محمد. شكرا، السلام حضرتك. إن كنت معلية تلفزيون وطيه وقف في مكان فيه شبكة عايز اسمعك. انت بتقولي اول مره اشترك في برنامج، بالله عليكي ما تروحوش مني واسمع منامك. معلش، في ثلاث رؤيات بس هم اثنين قصيرين. مش سامعك، صدقيني صوت بعيد جدا. معلش حضرتك، حلمت ان انا ابني واقف في البلكونه اسمه رامي. ابنك قاعد في البلكونه اسمه رامز. ايه؟ ابني رامي واقف في البلكونه. ابنك ايه؟ رامي.
اسمه رامي. رامي ابنك اسمه رامي قاعد في البلكونه. واقف في البلكونه وبعدين الفنان خالد صالح واقف تحت في الشارع بينادي عليا. والفنان خالد صالح بيندي عليكي. بينادي عليا وانا استخبيت قلت له لا لا ما تخليش مش عايزه اكلمه. قال لي ليه؟ قلت له كده. بس انا كنت لابسه يعني عبايه قديمه وخالد صالح لابس يعني لابس بيجامه من بتاعت زمان اللي هي المخططه دي برضه قديمه. طيب تمام. وبعد كده رحت لفيت من الناحيه الثانيه ونزلت في الشارع نزلت في اول في على باب الشارع. هو راح لابس الناحيه الثانيه وشافني. مين اللي شافه؟ اللي خالد صالح الفنان خالد صالح الله يرحمه. الله يرحمه. فقال لي انت بتستخبي مني انا عملت لك شهاده فكل اللي فيها ان انا صوتي راح صوتي نخاش اتخرط وبقيت انا طبعا قدام بيتي في جامع اصلا قدام بيتي في جامع. تمام. فبصيت لقيت الاذان بيقدم وانا مش قادره اكمله كل اللي فيها ان انا عماله اشاور له على السما وباب السما مفتوح اتفتح ونور السما شقت ونورت نور ونزل منها اشار بحرير. الله. دي اول رؤيه حضرتك. لا استنيني بعد اذن حضرتك استاذ امان. وتاني رؤيه ان هو يا استاذ امان سامعاني يا فندم؟ اه سامع حضرتك. انت زوجك معاكي؟ لا جوزي متوفي من 4 سنين. اه زوجك متوفي. وانا عم عروس بس يعني. وانت ايه؟ انا قريب. صدقيني الشبكه عندك ضعيفه جدا. ضعيفه. حد يساعدنا يا جماعه كده. انت ايه يا فندم؟ اقول له الرؤيه الثانيه. طب اتحركي من مكانك بس عشان يبقى في شبكه. طب ماشي انا بتحرك اهو حضرتك. انت عندك كام سنه؟ عندي 48. طب يا استاذه ايمان تقدم لك شخص للجواز؟ نعم. انت تقدم ليكي شخص للزواج وانت خايفه مش راضيه؟ كتير وانا مرعوبه وخايفه وانا مش واثقه في حد. ده انت مش واثقه في حد خالص. يعني لان انا تعرضت لموقف كتير بس انا يعني كنت في نيتي ان انا اتجوز بس خلاص انا رفضت الجواز وقلت اخد اربي اولادي احسن من اتجوز يعني يا امان ربنا يبارك فيك يا رب وتربي ولادك. انت حد بعد موت زوجك تقدم ليكي وحسيتي ان هم بيضحكوا عليكي او تعبوكي؟ ايوه كتير جدا وخدعوني ومش كويسين. باني المنام. حضرتك هاتي منامك التاني. التاني بقى ان انا ايه ان انا فتحت الباب لقيت زوجي واقف على الباب ولابس جلابيه زرقاء. زوج حضرتك زوجك؟ واقف على الباب ولابس جلابيه زرقاء؟ زرقاء. لحظه الجلابيه الزرقاء او الزرقاء ما 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 اللون او اللون ايه اللي انت شفتيه في اللون الازرق؟ اللون الكحلي او اللون السماوي؟ اللون هو لا احنا مش يا 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 ستي اقف في حته فيها شبكه. لون كلون كحلي غامق. كحلي غامق؟ اه. امتى المنام ده؟ المنام ده من شهرين انت تعبتي جسمانيا؟ انا تعبت جدا نفسيا وجسمانيا كنت هموت في العمليه. عامل عملية صح كده؟ كملي المنام كله. وبعدين فتحت الباب هو ما كلمنيش وزعلان وبصيت لقيت على السلم على السلم الدرجة الثالثة من السلم موجود شاكوش. موجود ايه؟ موجود ايه؟ شاكوش شاكوش شاكوش. بس جوزك في المنام زعلان. جوزي زعلان لابس جلابية زرقاء والشاكوش ده قلت ايه ده ايه الشاكوش الجديد ده وانا ما عنديش شاكوش طب انا ايه هاخد الشاكوش عشان انا محتاجة رحت واخدة الشاكوش ودخلت جوه البيت. تمام. معلش في رؤيه ثانيه انا اسفه قلت ان في واحد قال لي اقطعي رجلك اقطعي رجلك عشان ايه ممكن تموت لازم تقطعي رجلك اللي فيها بكر وفعلا انا خفت قلت له الراجل ده مجنون عاوز يقطع رجلي ليه؟ رحت قلت اما اجرب كده احسن ايه هموت رحت مسكت السكينه واحد بيقول لك اقطعي رجلك عشان ما تموتيش؟ انا خفت قلت الراجل ايه الراجل المجنون اللي بيقول لي اقطعي رجلي؟ وبعد ما اتكلمت مسكت السكينه قلت اما الشاهد يعني وانا بقطع رجلي انا استغربت وانا بقطع رجلي ما حسيتش بقطع وما نزلتش دم وبصيت لقيت رجلي انا اصلا بيضة ورجلي بقت ابيض منا تاتون يعني اكثر ابيضا. تمام. وقطعت رجلك في الحقيقه فعلا في المنام فعلا؟ في الحقيقه انا قطعت رجلي بكر. انت ليكي حد من اخواتك متوفي؟ لا بابا متوفي وماما وجوزي. كملي.
طيب ليكي اخوات يا امان؟ ليا اخوات، خمس ولاد وثلاث بنات. متخاصمه مع حد فيهم؟ في مشاكل جامده يعني جامده. في حد فيهم تعبان يا امان؟ في حد من اخواتي تعبان كتير. في اخ ليا تعبان، مريض سكر زيي ومتدمر نفسيا بعد ما ماما ماتت. انت كويسه معاه بتكلميه ولا لا؟ اخويا المريض ده انا بكلمه بس من منقطع اتصالات، لان هو مريض نفسيا وعنده سكر، محدش بيكلمه، ويعني خلاص الاتصالات انقطعت. ما سيبهوش يا امان، حضرتك ما تسيبهوش وتواصلي معاه انت يا امان. اخويا واختي، اخويا واختي متجوزه، هم الاثنين متجوزين، جالهم مرض نفسي واتحولوا مشكله، فتعبانين جدا، وانا مش قادر اساعده ولا اساعدها ماديا، المشكله جامده، وانا مش قادر اساعد اختي المتجوزه. ربنا معاك يا رب، ربنا معاك يا امان. طب شكرا لحضرتك يا امان، هعبر لك عن طريق التلفزيون. شكرا لحضرتك يا امان، ادعي ربنا كتير يا امان، وربنا ان شاء الله سبحانه وتعالى هيفرحك وهيخرجك من انت فيه. اخواتك تمام كده؟ في حد فيهم تعبان؟ بص يا امان، انا ببشر بالخير بس مش هقدر اقول لك حاجه الا يا امان اتواصلي مع اخوكي وتواصلي مع اخواتك، ربنا سبحانه وتعالى هيبشرك قوي قوي قوي. والسماء اللي اتفتحت والجامع ومناماتك كلها بتؤكد ان انت حضرتك عندك بعض القروب، وان انت حضرتك تقدم لك عرسان، وان انت مش شفتيهم منهم للاسف. فعلا فعلا ما كانوش يستحقوكي، فعلا مش كويسين للاسف. خليكوا تخافي من كل الرجاله. خالد صالح الله يرحمه بيقول لك ما تخافيش، ما تخافيش، انت خايفه ليه كده مني؟ طيب انت قلت ان انت خلاص هقعد وربي اولادي. ان كنت تقدري تقعدي من غير جواز وهتكوني قويه، هتكوني قويه وتستحملي ان انت ما تتجوزيش، ربي عيالك وقعدي، ربنا معاكي. ان كنت ما تقدريش بدون زوج، انا بقول لك الافضل والاحسن تزوجي، وما تخافيش، وما تخافيش، لو تقدم لك المره الجايه حد هيكون كويس، لانه خالد صالح، اسمعي، خالد صالح، خالد هنا من خلود، اسم جميل جدا محبب، صالح من الصلاح، اي يتقدم لك الفتره القادمه، شخص كويس جدا جدا. اوعي ترفضي بسرعه، تأني قوي قوي قوي، وربنا هيفرحك. ولما ينزل لك طرحه حرير، يا الله ما اجملها، هو ما أجمله من منام وإشارة ورمز من فرحة وخير وفضل. وكلمي أخوكي واتصلي أنت وروحي أنت زوريه، طبطبي عليه، طبطبي عليهم، عشان المنامات هي اللي جاتلك. فدون لما أنت تشوف المنامات يبقى أنت قادرة، قادرة جدا أن أنت تقدري تعطفي على أخواتك وتخلصي المشاكل. ربنا معاكم ويطول في عمر أخوكي يا رب العالمين، والله أعلى وأعلم. طيب يا جماعة، أنا بقول منامات كتير بتتحقق على أجزاء، ومنامات كتير بتتحقق مرة واحدة، ولاقي مرة حد يفرحني كده، أبو يحيى المنام كله تحقق، ببقى فرحان جدا جدا. أخ كريم صديق ليا، إمام وخطيب، كنا بنقعد نشاور مع بعضنا، فبقول لي يا أبو يحيى إيه رأيك لما المنامات اللي انت بتعبرها وبتتحقق معاك وبتتحقق كفرق الصبح ما تكتبها، اكتبها عشان تتعلم منها ونتعلم منها. حاجة حصلت معايا يا جماعة ادهشتني جامد قوي قوي. ايه هي؟ قبل التليفون والاتصال قلت لكم ان المنامات بتعالج امراض. ايه الكلام ده؟ المنامات بتعالج امراض، سبحانه وتعالى رب العالمين، رب كريم، رب جميل، رب عظيم. ما هو قال ما بقيت من النبوة إلا المبشرات، يراها العبد أو ترى له. فربنا سبحانه وتعالى بيجي يبشر، بيجيب لك منامات جميلة أوي أوي أوي، فيها شفاء، فيها شفاء. حصلت معايا كتير جدا. إزاي الكلام ده؟ تعرفوا جماعة، لو حد حلم، عارفين اللي ينسون؟ عارفينه، عارفين لما حد
يلاقي نفسه ان هو بيشرب ينسون او بيشرب نعناع او بياكل زبادي. انا بقول لك، طب انا مش هقول لك دلوقتي، اما ناخد اتصال معانا منار بن بني سويف ونرجع لكم نكملكم تاني. يا منار. الو، ازيك يا منار؟ الحمد لله. ازيك يا دكتور؟ لا، ابو يحيى مش دكتور، لسه شويه لسه شويه. ابو يحيى واحد عادي جدا فقير الى الله. ازيك يا منار؟ الحمد لله بخير. يا رب تكون كويسه ومنامك يكون جميل. ماشي. كام سنه يا منار؟ 17. يا رب يفرحك بعريس زي العسل كده زيك. لا لسه صغيره. يا منار صغيره ايه، سنه واتنين وهتتجوزي يا منار؟ قولي يلا منامك الجميل زيك. بص، انا حلمت ان انا شعري طويل. الله، مش انا قايل لك هتتجوزي؟ قولي يا سيدي. بس استنى، حلمت ان انا عامه بطفو شعري. حلمت ان شعرك طويل وبتغسليه؟ لا، مطفوش. بتضفريه؟ هو كان مطفوش. حلمت ان انت بتسرحي شعرك وكان ايه؟ يا لهوي، لا هو شعري طويل. انا عامه شعري طويل وناعم. هو شعرك طويل؟ مطفور. معلش، واحده واحده عليا بالله عليكي، مطفور. قولي لي، كنت بعمله ضفاير او في ضفاير؟ لا هو كان ضفيره. كم ضفيره؟ كم واحده؟ كان واحده كده قدامي. طيب تمام. هو كان اصلا كده ضفاير، وكان شكله كده جميل، يعني كان شكله حلو. طيب تمام، جميل. وبعدين فانا كل ما اتحرك شعري في الميه والحوض بتاع الميه. بكل لا الصوت راح. كل ايه؟ كل انا ما بتحرك شعري بيجي في الميه. كل ما بتتحركي شعرك يجي في الميه. الميه نظيفه ولا ايه رايك؟ ايوه، الميه كانت نظيفه. كملي. كان في الحوض، كان في الحوض كده، الحوض. قولي جميل. فانا بسيب شعري، انا بسيب شعري منه، واقول يا ربي، هو انا كل ما اتحرك حركه بس ارجع شعري جه في الميه. انا ما طولت ازاي اصلا، انت ما كنتش طول الدرجه دي. فبس بعدين بقى رحت عند امي بره، فهي بص، هي امي جالتني كده، يعني جالتني حاجه بس انا فضلت عجوله. امك قالت لك حاجه ما ينفعش تقوليها؟ هي لا، قوليها، انا عايز اسمعها. قوليها. بص، يا امي جالتني هو انت ليه مش حاطه ميك اب؟ ودي مش عايزه تقوليها. امك بتقولك انت ليه حاطه ميك اب؟ ليه مش حاطه ميك اب؟ ايوه، فانا بقول لها ليه يعني انا مش هحط ميك اب؟ تمام. فجالت لي لا روحي حطي ميك اب. فانا دخلت بقول لها يا امي، مالها فيها ايه النهارده؟ انا مش عايزه احط ميك اب. فبس جيت، حتى ابويا واخواتي داخلين، فبتقول لهم نفس الكلام، هي مش حاطه ميك اب. انا مش عارفه ليه مش عايزه تحط. امك عايزه اتجوزك. لا والله، عايزه تفرح بيك يا بنتي. طب بص، عندي حلم تاني. طيب قولي. انا حلمت ان كان فيه تعبانين، واحد كان جاي على انه راجل، والتاني كان جاي على ان هو واحده ست. تعبانين؟ تعبانين. واحد جاي لك على شكل راجل وعلى شكل واحده ست؟ لا، هو كان جاي، انا شايفه ان ده تعبان راجل وده تعبان واحده ست، يعني هو كان جاي على هيئه كده. طيب تمام. مسكوني من رجلي هما الاثنين. تمام. ومش انا ما كنتش قادره، فبزعق بصرخ كده بصوت عالي وعيط، ومش ما فيش حد سامعني اصلا. ففتحت عيني كده لدرجه ان انا كنت هزعق اصلا في الحقيقه، قمت كده، قمت مفزوعه لقيت القران بتاع الفيلم شغال. انا بقول لك ايه، انا عايز اقول لك على حاجه. ماما وبابا موجودين صح؟ ايوه. قريبين منك ولا بعاده شويه؟ ماما قريبه منك ولا بعيده شويه؟ هي ايه دي اللي بعيده؟ بصي يا ستي، كل بنت عسوله زيك كده مامتها بتبقى قريبه منها، بتقعد تقول لها، بتحكي لها خلي بالك، تعالي يا حبيبتي، وتاخدها في حضنها كده وتحسسها بالامان، تمام كده، وبتسمع منها انا عملت ايه النهارده في الدراسه، حد كلمني كذا 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 كذا، فبتحكي لها اسرارها. الكلام ده بيحصل ما بينك وما بين ماما ولا لا؟ يعني انا واثق يعني، ومش يعني لا تبعيد، لا تبعيد، ده في بعد شويه ما بينك وما بين ماما. في بعد. ماما قاعده جنب منك ولا لا؟ لا، مش قاعده جنب مني. يا خساره، كنت عايز اقول لها ماما اسمها ايه؟ كنت عايز تقول لها ايه؟ ماما اسمها ايه؟ اسمها سعيده. سعيده؟ ايوه. يا ستي سعيده، وخليها تتفرج على البرنامج يا بنتي، اسمعي كلامي. يا ستي سعيده، خلي بالك من بنتك العسوله دي،
وخدها في حضنك واعملي زي كل ام. انده لها؟ انده لا احنا لسه ده احنا ورانا برنامج عم تنده لها ممكن تكون بتطبخ ولا حاجه. انا معاك. المهم كده خلصت مناماتك؟ خلصت المنامات؟ بس انا نمت غمضت قد كده اهو حلمت لاخويا. لا طب انا بكتفي معاكي المنامين دولا عشان اعرف اعبرهم لك، ايه رايك؟ طيب ماشي. يلا اسمعيني من التلفزيون. شعرها الضفاير واللي بيجي في الميه، امها بتقول لها ما بتحطوش ميك اب ليه؟ وهي ساعات امها بعيده عنها. بصي يا ستي، ضفاير لا وطويل جدا، لا انا مش هقول لك ان بابا عليه ديون، لان يا جماعه احيانا لما حد يشوف شعره معمول ضفاير ممكن يكون عليه ديون ومش عارف يسدها. لا 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 لا، الجزئيه دي البنت دي والدها مش عليه ديون ان شاء الله، ولكن البنت دي هتكون سعيده قوي. البنت دي لذيذه جدا، انت لذيذه وربنا هيفرحك قوي وهيرزقك بحد حلو قوي، وبجد بجد بجد يا حظ اللي هيتجوزك، هتكوني حاجه حلوه بالنسبه له، هتكوني فكهايه جميله ربنا يفرحك. الضفاير اللي انت شفتيها زيجه جميله، حياه حلوه قوي ليكي، شعرك الطويل العمر الطويل ليكي، والرزق والخير والجمال اللي هتعيشيه ان شاء الله مع زوج جميل هيكون زيك، لانك انت انسانه رقيقه قوي وانسانه جميله جدا. اظن ان انت من دور بنتي او اقل، ربنا يفرحكم ويفرح كل البنات يا رب العالمين. بس بقول لك لو ندهت على ماما وجات لنا دلوقتي بقول لها يا ماما سعيده، خلي بالك من بنتك، خدها في حضنك. يا كل ام سامعاني، خدوا بناتكم اللي زي دي في السن ده في حضنكم، حتى لو اتجوزوا خلوهم يحكوا لكم كل حاجه علشان ما يروحوش بعيد. ما تكونيش ام، كوني صاحبه، كوني صديقه، كوني حبيبه، علشان بنتك تحكي لك كل حاجه. ما انت اتعلمتي لما كبرتي واتجوزتي، فهتقدري تساعديها وتساعدي بنتك في الحياه الصعبه اللي احنا عايشينها. والله اعلى واعلم، ربنا يفرحك. ومعانا فاصل وهنرجع لكم بسرعه جدا، اوعوا تروحوا في اي حته، فاصل ونعود لكم. أعرف بيكي؟ أنا اسمي أم محمد. إيه مشكلتك يا أم محمد؟ مشكلتي معايا عيالي محبوسين ومعنديش مكان، وعندي قروض كنت جايبة قروض إن أنا أصرف على المحامين وعلينا عشان أنا معايا 10 عيال، ومعايا عيالي المحبوسين نسوان ومطلقت وسايبلي أطفال، كل واحد سايبلي 3 عيال. فأنا ما عندي السكن وعندي الكارد هيحبسني. كارد بكام؟ مش عارفة بصراحة فاضل عليا قد ايه، يعني عندي مكتبين هيحبسوني، ومعايا بنتين متجوزين وجايبين لي كارد الاتنين ضامنين بعض، وجايبين لي كارد وبرضو مرفوع عليهم وصل أمن. الكارد ده كنت جايباه ب5000 جنيه، ده بتاع البنات الاتنين. من انا عليا في المكتبين التانيين عليا برضو، كان عليا 3250 في مكتب وعليا 4000 جنيه في مكتب، فعمالين يحطوا عليا فوائد، راح رفع عليا وصلات امنه. فين جوزك يا حاجه؟ متوفي 13 سنه. يعني انت دلوقتي بتصرفي على كام عيل؟ انا بصرف ده 8 عيال، عيال عيالي، وانا معايا 6 مش متجوزين ومعايا 6 متجوزين. تصرفي عليهم منين؟ بشتغل، اي شغل بيجيني بشتغل. طيب يا حاجة، الحاجة اللي تحبي توجهيها، الكلمة اللي تحبي توجهيها؟ اللي ربنا يقدركوا عليه، ربنا يقدركوا على فعل الخير. عايزة شقة، أهم حاجة عندي عايزة شقة اللي طالبة من ربنا، عايزة شقة وعايزة تسدوا لي اللي عليا.
ان شاء الله يا حاجه تسددي الديون اللي عليكي وان شاء الله تجيبي شقه ان شاء الله. شكرا. مرحبا بحضراتكم ورجعنا لكم الفاصل. اهلا بكم، منتظرين احلامكم. احلام 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 ومنامات كتير فيها الخير والبشريات. في ناس كتير جدا كل حياتها الاحلام، في ناس كتير جدا على طول بتشوف منامات كتير جدا جدا، في منها بتفسر وفي منها عقل باطن واضغاص احلام وكلام من ده. ناس كتير بتشغل نفسها بالاحلام. طب انا عايز اقول كلمه من موقعي هذا، مش لازم تعلق امورك كلها على الاحلام. ممكن يتقدم لك شخص جميل جدا وتشوفي منامات كتير ومفيش حد يعرف يفسرها لك، والراجل كويس وطيب ترفضيه بناء على مفسر قالك لا ده وحش، قالك ده في عيب، قالك ده في كذا. برضك يا جماعه انا لازم ادي للعقل والقلب شويه افكر صح. أمور كتير جدا لازم أبص فيها صح، مش كل حاجة منامات. إيه يا أبو يحيى الكلام المتناقض ده؟ من قيمة شوية بتقول منامات ومنامات ومهمة ومهمة جدا 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 ولازم أخد بها ولازم أفسرها ولازم أهتم وأفرح، تيجي دلوقتي تقول لي منامات إيه وكلام من دون ومش لازم كل حاجة تبقى منامات؟ فعلا في ناس بتكلمني وتتواصل معايا كل يوم منام منام اتنين تلاتة اربعة، فسرهم لي عبرهم لي. طيب معانا محمد من القاهرة. الو الو، ازيك يا محمد؟ الله يسلمك يا باشا، ازيك يا يحيى؟ اهلا بحضرتك يا محمد. اهلا بيك. والله انا عندي منام او منام واحد. طب علي لي صوتك. حاضر كده كويس؟ هتضل لك الخير يا محمد. ماشي يا باشا. بقول لك انا لقيت مره حلمت ان انا قريب يعني الشهر ده، حلمت ان انا في قاعه كبيره كده، يعني قاعه كبيره جدا فيها ترابيزه وكرسي. تمام. وانا قاعد على الكرسي وقاعد على هو مفيش غير كرسي واحد بس اللي في القاعه كلها. القاعه دي كبيره جدا يعني. ماشي. في اوض على ايدك الشمال. تمام. في القاعه دي. ببص الترابيزه اللي انا قاعد عليها في مربى فراوله وقشطه. لقيت ايه يا محمد؟ مربى فراوله وقشطه. مربى فراوله وايه تاني؟ وقشطه. اتفضل قول يا محمد. قول مربى وقشطه. تمام. وختامه ومسك يا محمد، عايز اقول لك كده بس اتلخبطت. وبعدين بصيت ورايا لقيت في حنفية حوض. تمام. ببص تحت رجلي كده لقيت شنطة بفتحها لقيت فيها عيش. الله. العيش ده أنا قلت لنفسي قلت هاكل العيش ده بإيه؟ بفتح العيش لقيت فيه لحمة مستوية. اللهم صل على النبي. فبدأت أقطع من العيش وآكل لحمة، أقطع من العيش وآكل لحمة. اللهم صل على النبي، الله الله الله. انا حقيقي انا في الواقع متزوج وعندي بنتين ولد. بتشتغل ايه يا استاذ محمد؟ نعم. انت حضرتك موظف؟ لا انا على المعاش. انت بس كنت موظف؟ ايوه كنت موظف. ايوه. ما شاء الله عليك يا استاذ محمد ومنامك الجميل جدا جدا. المدام بتاعتي في اوضه معاها بنتين. تمام. فبتشوف شايفه هي شايفاني باكل. ماشي. الو انا سامعك يا استاذ محمد، اتفضل. هي شايفاني باكل بس مش عارفه هي انا باكل ايه. الله. فالترابيزه على مربى وقشطه. تمام. فهي فكرتني باكل من مربى والقشطه. تمام. فعندي بنت اسمها حبيبه اكلت من مربى والقشطه. تمام. بنتي الثانيه
شافتني باكل لحمه، قلت لها اعمل لي سندوتش لحمه، قالت لي لا. تمام. فبصي في بقى في القاعه دي كلها راجل بيخدم في المكان، راجل اجنبي مش مصري. تمام. شعر اصفر ولابس بدله محترم كده. لقى لقمه في الارض. تمام. هياخدها يرميها في الزباله على اساس القاعه نظيفه. تمام. فانا خدتها منه. تمام. ببص ورايا لقيت الحنفيه مفتوحه على رغيف عيش. تمام. بس كده الفيلم خلص. الله عليك يا أستاذ محمد يا جميل. انت حضرتك نقول اللي في ايدك لغيرك. طيب شكرا يا أستاذ محمد. أستاذ محمد جميل جدا، قاعة وراجل على المعاش وقاعد على ترابيزة وكرسي لوحده، ما أجمله من منام وختامه مسكي فعلا. مربى قشطة، المربى والقشطة دول فلوس وخير جايين لك يا أستاذ محمد. العيش اللي تحت واللحمة اللي بتاكلها وبتأكل أولادك خير جاي لك في الطريق، رزق جاي لك في الطريق، مال جميل قوي 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 قوي. زوجتك هتسعد بيه جدا، بالرغم ان زوجتك ما تعرفش انت بتاكل ايه، بتظن ان انت بتاكل مربى وعيش بس او مربى وقشطه، ولكن انت بتاكل لحمه وهي مش شايفاهم، بالعكس هيجي لك خير، هيجي لك فلوس، هيجي لك رزق. مراتك ما تعرفش؟ لا انت هتعرفها. انت من صوتك ومن منامك بيقولوا لي ان انت راجل جميل، ان انت راجل راقي، ان انت راجل عسل. يا زوجته يا لو قاعده جنب منه خلي بالك منه، واولاده خلي بالكم من ابوكم، معاكم راجل جميل جدا، راقي قوي 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 قوي. فابشر استاذ محمد برزق قادم لحضرتك، هيسعد قلبك قوي قوي قوي، واولادك هياخدوا منه وزوجتك هياخدوا منه، والله اعلى واعلم، وختامه مسك. وسبحان الله اخر منام والحلقه خلصت. منتظرون ان شاء الله يوم الاثنين الجاي باذن الله، ان شاء الله بسرعه الحلقه بتخلص بسرعه قوي قوي قوي. هنهي حلقتنا بافضل الكلام واحسن الاسماء باسم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متعرف بيكي؟ أم خالد. عايزين نعرف حالتك والمشكلة اللي عندك. أنا عندي دي مريض الكهرباء، تأخر عقلي، تأخر حركي، وده مريض كبد ومريض كهرباء، والعلاج بتاعهم غالي قوي قوي، ما بنجيبش حاجه من بره. استنى. حاولتيش ان هو يبقى على نفقه الدوله؟ ما بقدرش اشيل وامشي، انا مريضه، انا جيت الخطوه دي بالعافيه، وهي عايزه ركب مفصلات حديد عشان تقدر تمشي، هو ده طلبي بس. طيب باباهم موجود ولا لا؟ اه موجود. اشتغل على كرتونتين شيبسي محطوطين بره، بوز شيبسي. طيب في حاجة حابة توجهيها؟ حابة الناس ترقب بحالتها، نفسي اطمن عليها قبل ما اموت بس. ان شاء الله الناس تستجيب، ان شاء الله ربنا يشفيها يا رب.